السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this session, we will learn how to make an inspection of the metal framework and how to take alter the cast impression. For the examination of the metal framework, we will need mirror and probe, pressure indicating based articulating paper, and carbide or diamond bed for reduction of metal. Once إني استلمت الفريم ورك من التكنيشن لازم أتأكد إنها فيت أكيوريتلي على القصد، لأن في الأغلب لو ما كانش فيت على القصد مش هيبقى فيت في بق البيشنت. الحاجة التانية لازم أتأكد إن ليها نفس الديزاين اللي أنا حددته ورسمته على القصد. لازم أتأكد إن كل ريستس سيتد في البريباريشنز بتاعتها. لازم أتأكد إن كل ريتانتف وريسيبروكال أرمز وكل البروكسيمال بليتس fully seated in their positions. لازم أتأكد إن superior margin بتاع lingual plate in contact with the teeth above the survey line وكل المكزيلري major connectors in contact with the cast. لازم أتأكد إن الميتال highly polished without bits أو scratches أو أي roughness. مهم إن أنا ما شلش وأدخل الميتال framework كذا مرة على القص عشان ما يحصلوش أي abrasion. بعد ما عملت confirmation للديزاين وتأكدت من الseating بتاع الفريمورك على الكاست هبتدي أعمل try in in the patient mouth. هبتدي أعمل seating للفريمورك وباستخدام mirror وprop هبتدي أتأكد من الclose adaptation للrest والclasp arms والproximal plate والmajor connector. أتأكد من الclose adaptation مع التيشز. لازم الفريمورك تكون retentive ويكون resisted rocking. لما أعمل alternate pressure على both sides على الريست أو على الميجور كونكتور ما يكونش فيه rocking. في أماكن هيبقى فيها spaces تحت الفريمورك زي تحت الجزء بتاع الفري انسد لأن ده هيتعوض بعد كده بأكريل. الفريمورك مش fully seated ولقيت ان في space ما بين الميجر كونكتور او الاوكلوزال ريست والناتشرال تيث. ده غالبا بيبقى سببه ان كان في اير بابلز على الكاست او حصل ابريجن للكاست في المنطقه دي. الميجر كونكتور ما بين الريست والريست سيت بريبريشن هبتدي اعمل ابلكيشن لبريجر انديكيتنج بيس عشان احدد فين الـ high points أو الـ pressure area اللي منع الـ seating للـ framework. هبتدي أحطها على الـ major connector على الـ clasp على الـ wrist وأعملها insertion و seating وأضغط عند الـ occlusal wrist. أشيل الـ framework. المفروض الـ pressure area تظهر لي على شكل جزء من الـ framework مش متغطي بـ pressure indicating based. هبتدي أشيله وبروحها بـ الـ burr. بعد ما شلت البريجر اريا هرجع تاني اعمل الفريم ورك سيتنج واتاكد انه خلاص ما بقاش فيه سبيسز وان كل الاجزاء اللي المفروض لامسه السنان تكون فولي سيتد وزاوت سبيسز. بعد ما اتاكدت من ان الفريم ورك بقت فولي سيتد هبتدي اعمل اكزامينشن للفريم ورك ان اوكلوجن. لو لقيت ان البيشنت وهو قافل ظهر سبيس ما بين الابر واللور تيس الاوبوزنج لبعض ده ممكن يكون سببه ان في جزء ثك من الاوكلوزال ريست او من الكلاسب ارم هو اللي عامل الاوكلوزال سبيس ده. ده غالبا بيكون نتيجه ان انا عملت insufficient ريست سيت بريبريشن فالتكنيشن بيعوض ده بانه بيزود الثكنس بتاع الاوكلوزال ريست وده بيعلي الاوكلوجن. ازاي هقدر احل المشكله دي؟ هحط articulating paper على الجزء بتاع الاوكلوزال ريست والكلاسب ارم واخلي البيشنت يقفل في السنتريك وفي الاكسنتريك. بعد كده بعمل انسبكشن علشان اشوف فين الهاي بوينتس اللي موجوده على الريست. احيانا ما بيظهرليش المارك الارتكليتنج بيبر على الريست نتيجه ان الميتال بيبقى هايلي بولشد فمش هيظهر لما انا اعمل زي رافنس لجزء الاوكلوزال ريست
وابتدي ادخله تاني فوق البيشنت واعلم تاني بالارتكليتنج بيبر. لو بعد ما عملت ريدكشن من الاوكلوزال ريست ولقيت ان الساكنس بتاعه قل عن 1.5 مللي، وارد قوي ان يحصله فاتيج فراكشر، فهيكون الحل يا اما ان انا هعمل ريسسي بريبريشن مظبوط واعمل ريميك للفريم ورك، او استعيض عن ده بان انا اعمل سلايت ريدكشن من البوزنج تيث. بعد ما اتاكدت من الكومبليت سيتنج اوف ذا ميتال فريم ورك وذاوت اوكلوزال انترفيرنس، هبتدي اخد امبريشن للفري انسايد البارت علشان اريكورد الماكسيمال اكستنشن، وفي نفس الوقت بريكورد الفانكشنال او الكومبريسد فورم من السوفت تيشو. ليه انا بعمل ده؟ علشان اقلل تاثير اختلاف الكومبريسيبيليتي ما بين الميكوزا والاباطمنتوس، اللي بيكون نتيجته ان هو بيزود الموفمنت بتاعت البارشال دنتشر وبيعمل توركينج للاباطمنتوس. ايه هي التوز اللي انا محتاجها علشان اعمل الاورثوديك اس امبريشن تكنيك؟ هحتاج سيلف كيور اكريليك ريزن، هحتاج بنسل، هحتاج رين كومباوند، هحتاج زنك اوكسايد امبريشن، هحتاج سكالبل وفينشينج ستون وبير. قبل ما هاخد الامبريشن هبتدي ارسم لاين على الكاست اقصر من الفول ديبس ب 2 مللي، وابتدي اعمل ماكس من السيلف كيور واعمله ابلكيشن على جزء المش ورك في الفري انسادل. هبتدي اعمل فينيشنج للبوردرز واتاكد ان كلها شورتر 2 مليمتر than the full depths. هعمل برفوريشنز في الجزء المش ورك على الكريست اوف ذا ريدج عشان تقلله الاكسس من الزنك اوكسايد امبريشن انه يخرج. بعد كده هعملها تراي ان فوق البيشنت واتاكد ان فعلا كل البوردرز اندر اكستندد 2 مليمتر من الفول depths. هبتدي ازود الكومباوند على البوردرز وعلى الفيتنج سيرفيس واضغط في بوق البيشنتس. هعمل سوفنينج للجرين كومباوند وابتدي اعمل تريمينج ان ذا بيشنت ماوث. وانا بعمل تريمينج دايما هضغط على الفريم ورك عند جزء الريست سيت على الناحيتين. ده شكل الجرين كومباوند على السادل بارت بعد ما عملت تريمينج وزودت على الفيتنج سيرفيس. هعمل سكرابينج للجرين كومباوند على الفيتنج سيرفيس سبيشالي عند الكريست اوف ذا ريدج وجزء بتاع الانترنال اوبليك ريدج. هتاكد ان البريفريشنز كليرد. هبتدي اعمل ميكس لزنك اوكسيد جينول، حاطط 2 ايكوال بارتس من التو بيتس، وابتدي اعمل الميكس، والافضل اني اعمله على جلاس سلاب باستخدام زنك اوكسيد سباتولا. الميكس زي الميكس عادي بتاع الزنك اوكسيد. هبتدي اعمل روتيشن موفمنت لغايه ما يبقى عندي هوموجينس كولر، وبعد كده ابتدي اعمل ميكس ان وان دايركشن لغايه ما تختفي كل الاير بابلز. هعمل ابلكيشن على الفيتنج سيرفيس وادخله في بق البيشنت واضغط كويس قوي عند الريست على التو سايدز لغايه ما يطلع كل الاكسس زنك اوكسايد، وابتدي اعمل تريمينج للجزء اللينجوال بالفريمينج او التانج مولدنج، واعمل تريمينج للباكال بوردرز. كاتب من السيتنج بتاع الزنك اوكسايد، هبتدي اطلعه براحة من البيشنت ماوث واعمله اكزامينيشن. مهم قوي ما يبقاش فيه اي بواقي من الزنك اوكسايد موجودة تحت ريست سيت او على الميجر كونكتور.
البوردرز والفيتنج سيرفيس للزنك اوكسايد امبريشن. بعد ما خلص الالترد امبريشن هيبتدي التكنيشن يفصل جزء الساتل بارت من الكاست ويعمل سيتنج للفريم ورك وعليها الامبريشن ويصب جزء الساتل، وده بينتج عنه كاست اسمه الالترد كاست. الالترد كاست براجع عليه الفريم ورك بعد ما بشيل الامبريشن واعمل بيز من الاكريليك واكس ريم علشان الخطوه اللي بعد كده الجوريليشن.